هذه كرة ركنية للفيصلي تلعب وجول جول. ياسر الرواشدة القادمون من الخلف قلب الدفاع فعلها من قبل ويفعلها مجددا مع الفيصلي. هدف للفيصلي يسجل ياسر الرواشدة في الدقيقة 22 من ركلة ثابتة ركنية فيها الاندفاع. وكان الحديث قبل لحظات عن فارق الارتفاعات بين اللاعبين الأطوال لمصلحة لاعبي الفيصلي، وبالفعل الفيصلي استغل هذه النقطة أفضل استغلال. وشفنا سوء التمركز للاعبي شباب الأردن في الركنية، بعض ملامح المنافس على اللقب بما يخص الفيصلي والوحدات. ما نتحدث عن الجزيرة، الجزيرة بالتأكيد مصيره بيده. وزوي وي 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 زوي الليبي الذي لا يرحب، الليبي جلاد الحراس منذ أن عاد لعمان ولعب للفيصلي. الزوي في كل المباريات يسجل، دائما موجود، إحساسه عالي، تركيزه عالي، ورغبته بالتهديف دائما موجودة. هدفين للفيصلي لا شيء لشباب الأردن. وكالعادة واي واي زوي، أكرم الزوي يسجل هدف الرابع في المباراة السادسة مع الفيصلي، في المباراة السادسة مع الفيصلي يسجل 4 أهداف. وعلى الطاير كرة رائعة جدا، مستوى ثابت لا رائع لمعتز ياسين. وهذه كرة في اللاعب يوسف الرواشدة، لا يوجد تسلل ويستأنف اللاعب لوكاس حضرها وجول جول. على الطائر اليوم الزوي، اللاعب الطائر نيموشيا وفرحة مجنونة في دكة البدلاء في المدرجات في كل مكان. لوكاس يواصل هوايته بالصناعة وجمهور الفيصلي بالاحتفال، ويبدو مباراة كرنفالية للفيصلي وجمهوره، الفرحة الكبيرة والمشروعة. هذا العمل كان منذ البداية، شوف يوسف الرواشدة حافظ على كرته ومشاكل شباب الأردن في قلب الدفاع مستمرة. لمسة غمزة وعلى الطاير، ربا هدف ثالث للفيصلي. الزوي الرازم، كرات مقطوعة، والفيصلي بأداء هجومي شرس في شراسة. لوكاس ممكن الرابع، الرابع والله تستحقه يا لوكاس صانع الأهداف والآن مسجلها. البولندي الرائع، البولندي الجميل لوكاس يسجل رابع الأهداف ويمهد الطريق لنتيجة ربما كرنفالية للفيصلي في شباب الأردن. لوكاس يسجل ثاني أهدافه في بطولة الدوري بعدما سجل من علامة الجزاء. حديث وتفاهم وتناغم وشبه كبير. جودة الزوي، لا والله من الزوي، الزوي الزوي انتظر وغيروا الأدوار ما بين لوكاس والزوي، حضر له هدفين. الآن الدور على الليبي الزوي لصناعة الأهداف للوكاس. إبراهيم دلدوم على الركنية تنفذ، ما زالت مستمرة. تدخل من محمد روف، مهدي علامة، هذا لوكاس وزوي وخامس الهاتريك. هاتريك زوي اليوم كله على الطاير. زوي يعني اليوم تعبنا قد ما قلنا زوي. فرحة فيصلوية بخماسية، نتيجة ثقيلة جدا على شباب الأردن، وتقدم مستحق بالطول بالعرض الفيصلي. انذار شديد اللهجة يوجه الفيصلي لكل الفرق بأنه منافس حقيقي على اللقب مع نيموشيا. الفيصلي بالخمسة يضرب، أداء ونتيجة وأهداف ملعوبة، أداء ونتيجة وأهداف ملعوبة.
شباب الأردن اليوم يعني ظل شباب الأردن اللي عرفناه، ظل شباب الأردن اللي توقعناه. استقبل السويح، حضرها المرة لنفسه برضو على الطاير.